السلام عليكم طلاب، كملتوا؟ كملنا. تمام، الكل موجودين؟ لأن الحضور عندي أهم شيء، أنا هخلي الدرجات على الحضور وعلى الأسئلة اللي أنا هسألها واللي أشرحها أنا أجيبها، تمام؟ تمام، هسه راح نبلش. عندنا الكوستشن 1. Describe the fundamental difference in composition between the intracellular and extracellular fluid. يعني العناصر الموجودة بالإكستراسيلولر والإنتراسيلولر. شلون راح تكون بالإنتراسيلولر؟ هل هي مرتفعة أو منخفضة؟ وأيضاً بالإكستراسيلولر. هسا من هاي العناصر؟ شنو هاي العناصر؟ مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. إيه؟ واحدة الصوديوم بالانتراسيلولر راح تكون لور، والاكستراسيلولر يصير هاير. تمام، اكسلنت قمر. هسه اريد فاطمة علي. فاطمة علي، يعني يمي ورقة وقلم ودي اسجل. يعني تمام، لا 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 لا، أنا أريد الكل يشارك. فرات رحيم، طلاب هاي درجات عليها، أهم شيء عندي السمول جروب. تمام، علي عبد الرضا. نعم دكتور. أوكي، بوتاسيوم بالإنتراسيلولار شو راح يكون؟ يكون عالي دكتور بالإنتراسيلولار، والإكستراسيلولار يكون لور. إكسلنت، زين، والكالسيوم؟ الكالسيوم يكون بالداخل هاير وبالخارج قليل. لا لور. كالسيوم بالإنتراسيلولار شو راح يكون؟ صح صح دكتور، لور. لور، بينما الإكستراسيلولار راح يكون هاي. زين، بي اتش شو راح يكون؟ البي اتش دكتور يكون لور انتراسيلولار. اكسلنت، وبالاكستراسيلولار يكون هاير. تمام، ثانك يو. اريد علي صلاح. نعم دكتور. اوكي، المغنيسيوم شو راح يكون بالاكستراسيلولار؟ بالاكستراسيلولار يكون لور. تمام، بالانترا؟ بالانترا هاير. زين، والبيكربونات؟ البيكربونات بالانترا لور وبالاكسترا هاير. تمام، والكلورايد؟ الكلورايد بالانترا لور وش اسمه بالاكسترا هاير. اكسلنت، مثل البيكربونات. اوكي، هاي انا كنت اجي لكم اسئله. تمام، اكو حد عنده سؤال على البوستشن 1 او شيء ما فاهمه؟ تمام، هسه ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني A يقول لك what is the approximately total oxygen volume content within the average 70 كيلو medical study. اكو حد يجاوب؟ دكتورة جاوب؟ ها؟ جاوبي. دكتورة 60% of total body weight وزن السوائل الجسم هي 60%. بما انه وزنه 70 فراح نضرب 70 في 60% راح يطلع 42 لتر. اكسلنت، فاطمه عباس. نعم دكتوره. هسه نجي فرع بي. What the preparation of this fluid intracellular and extracellular. دكتوره جاوب. فاطمه سلام جاوبي. بالانتراسيلولار بال 2 الى 3 of body fluid 28 لتر، وبالاكستراسيلولار 1 الى 3 of body fluid يعني بالثلث 14 لتر. زين شنو هاي النسب؟ النسب ضربنا بالثلث بالثلثين 42، ضربنا 42 في 2 على 3
28 لتر، هذا بالإنترا سيلولار. بالإكسترا سيلولار تمام ثلاثة هو مالته، في 42 طلع لي 14 لتر. تمام اكسلنت فاطمة. ننتقل لفرأسي. In what compartment is the extracellular fluid distribution and what is the volume of the fluid in each compartment? دكتور جواب. نشوف من علاء حيدر. لا علاء نشوف. قمر فاضل. قمر فاضل نعم تا يلا جاوبي على سي. سي الدكتورة ان انت ست جرم كومبوننت. اوكي بعد والانت بس كومبوننت كنت راح لتر كملي قمر. كملتي دكتورة. زين هنا بالانترسيشن بدين تعرف يعني مثلا تشرحي لي عنه هو شنو؟ انا شرحت لكم اياه بالمحاضرة. اللي هي من ضمن مكونات الاكسترا سيلولر، احنا قلنا البادي فلويد. البادي فلويد هي تكون من اكسترا سيلولر اند انترا سيلولر. الاكسترا سيلولر وش راح يشتمل لنا على شنو طلاب التحدي؟ اكسلنت قمر ثانك يو. خلينا نشوف بعد من الطلاب من الطلاب يجاوب. دكتور ذكر بعض مكوناته الاكسترا سيلولر. يلا نعم دكتور. 80% انترستيشال فلود اللي هي اسمها اللمف، السينوفيال فلود، سيبروسبانيال فلود، الجي اي تراكت فلود، والفلود ان ذا ايز اند ايرز، وال 20% باكت فلود. اصلا شنو؟ اشرح لي شنو هو؟ دكتور الانترستيشال فلود هو اللي يكون فلود موجود بين التسيو، يصير التبادل بينه وبين الخلايا. اي مصدره منين؟ شرحت لكم اياه اني. من بلازما الدم. تمام بلازما الدم. ايش راح يعمل؟ كوسيلة نقل غذائية. صحيح؟ اي وسط تنتقل به المواد الغذائية. يعني هو يعتبر كناقل. برودكت باي فلترنج بلود كابيلاري اف ذا كيميكال كومباوند اند ذا فيزيكال بروبرتيز ان ديناميك ايكولابريوم. اكسلنت علي صلاح. زين. العوامل اللي تأثر عليه شنو هي؟ اكو ذكرت لكم اياهن عاملين راح ياثرن على اوزماتيك بريشر. اوزماتيك بريشر والبلاد بريشر. بلاد بريشر اكسلنت علي. زين تمام. هسه هذا السؤال، اكو حد عنده سؤال على هذا الفرق؟ سي طلاب طلاب اريد الكل يشارك لان انا حاط عليه درجات. انا درجاتي هنا انا طبيب السمول جروب واكثر الاسئله منها انا من اسئلها انا، فاريد الكل يجاوب واللي ما موجود هذا راح يعني مضاعف يعني، فأريد الكل موجود والكل يشارك. تمام هسه نجي للكويشن 3. الكويشن 3 يقول لك what are the most important membrane transport mechanism involved in the control of the intracellular اللي هي صوديوم بوتاسيوم and كالسيوم concentration. هنا مثل ما أنا شرحت لكم طلاب قلت لكم إنه two active transport. تو اكتب ترانسبورت الجواب مالته. اريد كرار حيدر. نعم دكتور. كرار حيدر يلا جاوبي على هذا السؤال. موجود بالمخطط اللي انتهيتاني بالمحاضره. جاوبي دكتور عندنا بالبرايمري اكتف ترانسبورت. ايه راح يصير نعتمد على الاي تي بي، يعني نعتمد على الاي تي بي موجوده لازم نعتمد عليها. اه صح. والسكندري اكتف ترانسبورت احنا هم نعتمد على اي تي بي بس نجيبه بغير طريقه، يعني طريقه غير مباشره. اه
لا شوف كرار أنا ما شرحت لكم قلت لكم two active transport اللي هو ال primary وال secondary. ال primary شو راح يشتمل على شنو؟ على ال Na ك الصوديوم ك بوتاسيوم بامب والبلازما ميمبرين كالسيوم ATPase. لا لا هذا secondary أنت تتكلم عن secondary أنا أريد ال primary أول شيء. ال primary اللي هو شو راح يشمل؟ البلازما ميمبرين كالسيوم ATP. اي مو قلت لي دكتورة انت قلت لي صوديوم كالسيوم صوديوم كالسيوم هذا لا قلت ليش بلازما ممبرين هم ذكرتها بلازما ممبرين I'm sorry اي زين بهذا البلازما ممبرين كالسيوم اي تي بي ايش راح تكون الافينيتي مالته الافينيتي تكون هاي لو ايش راح تكون هاي دكتورة هاي تمام والكاباسيتي لو تمام الثاني من البرايمري نقطة ثانية ساركو اندوبلازما كريتيكينوم روتوكيولا تمام والنقطة الثالثة النقطة الثالثة ال NAK بومب اي ATPase والسكند بالله انا انا اوكي thank you كرار excellent أريد كرار محمود كرار محمود مجتبى حسن موجود دكتور اشرح لي secondary شو يشمل secondary active transport secondary active transport اللي هو عندنا ثلاث انواع اللي هو الصوديوم كالسيوم اكسشينجر ايه عندنا الصوديوم هيدروجين اكسشينجر وعندنا الميتوكوندريال كالسيوم يونيبور تمام ثانك يو مجتبى اكسلنت يور ويلكم اكو حد عنده سؤال على الكويستشن الثالث طلاب اي شيء انتم ما فاهمين نتناقش فيه حتى لو كان من المحاضره اللي سابقه اللي انا اعطيتها اي شيء ما فاهمين خلينا نتناقش فيه وهل عندك سؤال بالكويستشن الثالث تمام ننتقل للسؤال الرابع السؤال الرابع يقول لك تذكرت ذا انديت كونسيكونس سيلر صوديوم كونسنتريشن نور الهدى كاظم طيب جاوبي شرح يصير بالإنترا سيلولار وشرح يصير بالإكسترا سيلولار دكتورة بحالة الإنترا سيلولار NA concentration الماء راح يتدفق خارج الخلية يصير water out of the cell وراح يصير عندي cell shrinkage يعني تقلص الخلية حالة الديكريز بالإكستراسيلولار ان اي كونسنتريشن الووتر انتو ذا سيل الماء راح يدخل للخلية وراح يصير بها سويلنج انتفاخ هنا السؤال مثلا اقول لكم انه مثلا شفكت انه حال بالخلية راح يصير شيكينج اند شفكت يصير بالسويلنج واكو يعني هم يعني مخطط هماتين انتو اهم شيء تفهمون المخطط بس هيك السؤال اني اجيب اكو حد عنده سؤال على البوستشن الرابع طلاب تمام نروح للسؤال الخامس السؤال الخامس طبعا ما هي تقريبا نفس الميكانيزم هنا همتين بحالة الريستنج بالسويلنج وبالشاركينج همتين ايش راح يصير نفس الميكانيزم طلاب هذه السؤال الخامس همتين وات ان وات واي اوف ذا اوف دو يو دو ثينك سيل مايت يوز ممبرين ترانسبورت سيستمز تو ميني مينتنس كونستانت سيل فوليوم هنا أنا تقريبا نفس الفكره هماتين ايش راح يصير بالسويلنج سيل وايش راح يصير بالشيرنج سيل ها طلاب عايده لو انتم فاهمين طلاب دحكي وياكم واضح دكتور ننتقل للسؤال السادس بس دكتور يعني اقدر اجاوبه هيجي علاء
السؤال قبل كتوضيح هو يعتبر يتعلق أيضا بالأوزمو. هو أضافة عليه؟ لا هو يعني دكتور يتعلق بالأوزموزية السرينكين أو سوينسيل ويتعلق بالأيون إنفلكس وإفلكس. تضيف على هذا الشيء. تقدر توضح أكثر أو عندك توضح أكثر على؟ لا دكتور بس بغيت تفهم أنه يتعلق هو هيك لأنه أنا الجواب اللي جاوبه هنا هو يتعلق بهيك يعني. صحيح. تمام. question first. What are the consequences in the increase in the permeability of the blood capillary to the plasma protein? إحنا نشرح حسب البلازما بروتين. خلينا نشوف علي أياد. علي أياد. عبد الرحمن. نعم دكتورة. جاوب. بالنسبة للسؤال الثالث راح يصير عندنا أدمة لأنه البروتينات مثل بروتين ألبومين راح يطلع من البلازما ويدخل الانترستيشيا فلويد وهذا طبعا. يؤدي إلى شو اسمه يأثر على من؟ راح والأكيومينيت فلويد أوف انستيشيا فلويد راح يزيد الضغط بالانستيشيا فلويد. أوكي هو من يدخل الانستيشيا فلويد شو راح يصير؟ راح يأثر عليه ضغط؟ الضغط الأوزموزي الأزماتي وهذا راح يؤدي لمن؟ راح يؤدي إلى شو اسمه؟ راح يؤدي لمن؟ راح يؤدي إلى تدفق السائل شو اسمه؟ تجمع تجمع داخل الخلية ويؤدي إلى أدمة راح يؤدي إلى أدمة هنا أنا مثلا أسألكم سؤال أقولكم هنا شو راح تتكون الأدم ماشي كلها راح أشرح لي هاي الميكانيزم كلها أكو أحد عنده سؤال على هذا القصن إذا أقدر أجاوب هم من هيجي أقول decrease in the oncotic brazer gradient so the hydrostatic brazer in the capillaries forces movement of the water out so increase the production of the tissue fluids اكسلنت علاء صح تقدر هماتين تجاوب اوكي شكرا نجي للسؤال السابع السؤال السابع هذا يتعلق بالبي اتش اللي هي الحامضيه والقاعديه الاسيتيك اند الكالشن ان وات واي كان ممبرين ترانسبورت بروسيس كونتريبيوشن تو ذا ريجوليشن اوف انترا سيلولار بي اتش ها طلاب هنا راح يتعلق بالبي اتش ما بي انتراسيلولر العمليات اللي راح تصير يعني شنو اللي راح يدخل شنو اللي راح يخرج الاتش والبيكربونات يعني لها علاقه بالاتش والبيكربونات خلينا نشوف الله من راح يجاوب تمام طلاب انا هاي الامتحان مالتكم راح يكون كله على السمول جروب وهاي كلها درجات انا كلها مسجل اسماءكم فبلغوهم زملائكم يعني بلغوهم اللي ما حاضر مصفر أنا ما راح أعتمد على الامتحان الشهري راح أعتمد على هذا الامتحان وشوفوا درجاتكم أهم شيء الحضور وأهم شيء الجواب بس كم طالب يشارك والبقية لا تمام فاطمة عباس نعم دكتورة جاوبي دكتورة ال when cellular buffering capacity is exceeded يعني البفر ما راح يزيد cellular pH is controlled by the activity of variety of plasma membrane transport. Acidification can be opposed by expelling H ions or in or the award of movement of biocarbonate ion. Alkalization is opposed by expelling biocarbonate via the ion exchanger. تمام هسه بالاسيديشن شو راح يصير الاتش راح دكتور اختصر شويه بها سؤال اهو فاطمه بدها تكمل اوكي دكتور تمام الاتش ايش راح يصير به بالاسيديتي دكتوره بالاسيديشن راح يصير انتقال الايونات الهاي an award movement of يعني باتجاه معاكس يعني حركة البيوكربونات ايونز تمام زين ال pH ايش راح تكون القيمة مالتها
او مش كده تكون الرينج مالت البي اتش. البي اتش اي فاطمه جاوبها دكتورة. اذا البي اتش يعني اذا الاتش طلع راح يصير البي اتش مال خليه اقل، بس إيه؟ بالعكس اذا الاتش دخل زين. هسه مثلا احنا شو وقت نقول ان البي اتش هاي حامضيه؟ مش قد البي اتش حامضيه اذا كان اقل من السبعة تقريبا، يعني خمسة هيك تقريبا. ايه اقل من السبعة والقاعديه اكثر. تمام ثانك يو فاطمه. منو راضي يضيف بعد؟ من راضي يضيف بعد؟ لو دي مو اضافه بس يعني اختصار لانه نعم على هو البي اتش، البي اتش لما ينخفض عندي معناها عندي زادت حامضيه، يعني زادت ايونات الاتش موجب داخل الخليه، بس إيه؟ راح تشتغل، راح عندي الصوديوم ايون بامب راح تشتغل. بحس تسوي تدخل لي الصوديوم وتطلع لي ايونات اتش موجب ما نحتاجها لزياده حامضيه. اكو ايضا نوع ثاني اللي هو الصوديوم بايكربونات كو ترانسبورتر، ايضا تشتغل نفس الطريقه انه تدخل لي الصوديوم، تدخل لي القاعدي الثقله القاعديه وتطلع لي الثقله الحامضيه اللي هي اتش الموجب الزايد. هاي هاي دكتور يعني ما اكسلاند على صحيح اللي هو النقل المشترك. اكسلاند على. اكو احد عنده سؤال طلاب عن الماده كلها؟ اكو شيء ما فاهمي يعني اقدر اوضحه لكم؟ تمام لحد يطلع خليه ناخذ حضور. دكتور بس اذا امكن اكو اسئله بعد هاي الاسئله ايضا امتداها خمس اسئله تعلق شويه بالجلوكوز ترانسبورترز. شوي بحثت عنهن حيل بس ما لقيت يعني اجابه سبيسيفيك الهن. تمام دقيقه. هاي شنو؟ ايش قلت لا؟ اكو اسئله اكو خمس اسئله بعد هاي تتعلق بالجلوكوز ترانسبورترز والانسولين. ايه نعم. هذن يعني داخلات ضمن مادتنا او لا؟ لانه شوي بحثت عنهن غادي الموضوع يعني الشرح يتعلق بهن. اي عادي ما يخالف اذا تريد انا افهم لك اياهن عادي. اوكي دكتور. اذا تريد هسه انا يعني افهم لكم اياهن او على كلاس، على كلاس. اذا تريد انا انزل لكم الاجوبه. دكتور اذا تنزلي اجوبه عمود تطابق ويا البحث صار عندي، انا فهمت انه بالميتابوليك ابتيك اوف جلوكوز عندي نوعين فاسيليتي ديفيوزن والسكندري اكتيف ترانسبورت بالجات والكدن. بس تمام. بعد يعني اكو مواضيع ثانيه اللي تفهمها تتعلق بها. تمام على انا ان شاء الله حنزلهن على الكلاس. شكرا دكتور. وبلغ زملائك، بلغ زملائكم انه الحضور عندي اهم شيء. واني من خلال الاسئله والاجوبه انا حنطي الدرجات. اهم شيء عندي، اهم من النظري. هذا السمول جروب. شكرا دكتور. واكسلنت على اللي جاوبوا. اكو حد عنده سؤال خليه يسالني قبل ما نلغي يعني ننهي المحاضره. تمام. ثانك يو طلاب، شكرا جزيلا. تقدرون تغادرون هسه. شكرا جزيلا.